الفصل ال 12 بنتكلم في إجراءات مراجعة الأصول المتداولة. طبعا احنا عارفين في الميزانية عندنا أصول ثابتة وأصول متداولة. الأصول المتداولة يحتفظ بها أساسا لغرض الإتجار، يتوقع تحقيق قيمته خلال 12 شهر سنة ميلادية أو من 1/7 ل 30/6 إذا كان الأصل يتمثل في نقدية أو ما في حكمها، هي اللي في حكم النقدية الأصول السائلة زي الودائع عجون خزانة تكون مدتها 3 أشهر. وتتمثل الأصول المتداولة زي إيه بقى؟ قول لي نقدية، حسابات جارية، بنوك، أوراق مالية تملكها الشركة، مجينون، أوراق قبض، مخزون بضاعة آخر مدة، كل دي تمثل أصول متداولة. طبعا أهداف مراجعة الأصول إن أنا أتحقق من وجود الأصل، أتحقق من ملكيته، وأتحقق من قيمته، نفس الكلام اللي قلناه قبل كده، مفيش حد ذي ملكية غير الشخص اللي احنا بنراجع حساباته، التحقق من أي حقوق للغير على الأصل، التحقق الحسابي للأصل، والإفصاح المالي، كل دي بنود متكررة قلناها في أهداف المراجعة في الإيرادات والمصروفات، ونكررها مرة أخرى في أهداف الأصول المتداولة. ولما نيجي نراجع مثلا النقدية في الصندوق أو النقدية في البنوك، بتبقى عملية مقبوضات وعملية إيه زي ما احنا عارفين مدفوعات، الفلوس يا داخلة يا خارجة. أول خطوة اتفقنا لازم نتأكد من سلامة نظام الرقابة الداخلية. تاني خطوة في حالة عدم سلامة نظام الرقابة الداخلية نشوف بقى دفاتر البنك، حسابات الأستاذ العام، مطابقة دفتر البنك، مطابقة دفتر البنك مع كشف حساب البنك والأستاذ العام. وطبعا ما تنساش حضرتك وما تنسيش حضرتك ان في مراجعة حسابية، ما احنا قلنا نظام رقابة داخلية، يبقى تاني نوع مراجعة ايه؟ حسابية، بنراجع حسابات السجلات، المجاميع، الترحيلات، الاجراءات النقدية، مبالغ الشيكات، كل نواحي الحسابات بنراجعها كنوع من انواع المراجعة ايه؟ الحسابية. لكن لو جينا اتكلمنا في مراجعة فنية هنقول بقى مراجعة التوجيه المحاسبي، القيد المحاسبي للمقبوضات والخزنة والبنك، طبعا بتبقى دايما مجينة لما نحصل ودينا لما نسدد. كل الصفحة اللي قدام حضرتك دي بتمثل إجراءات مراجعة فنية، بيشوف قسيمة الإيداع، إثبات الشيكات والنقدية، وده اللي احنا هنشوفه في حالة عملية حالا دلوقتي، ويبتدي يطابق، ولازم المفروض إن كشف حساب البنك اللي هو معاه يساوي رصيد النقدية اللي موجود في البنك. لو احنا بصينا بردك في الصفحة اللي قدام حضراتكم، تحقيق مراجعة فنية بيتأكد من المستندات، تحتفظ المنشأة بدفتر شيكات، الشيكات الملغاة لازم احتفظ بيها، بفحص الشيكات المعلقة، الشيك لازم يكون موقع على 2 موظفين، دي اجراءات رقابة. التأمين على الصراف اللي هو قاعد على الخزنة ضد خيانة الأمانة. مراجعة، بص دايما مراجعة التوجيه المحاسبي، القيد المحاسبي مهم جدا للمراجعة. ندخل بقى في موضوع مهم اللي هي البنك ريكونسيليشن، توفيق أرصدة الايه البنوك. طبعا احنا عارفين ان البنك بيبعت لك كشف حساب، لازم كشف الحساب دوت الرقم اللي فيه يكون نفس الرقم مطابق لرقم البنك في دفاترك، والا يبقى في حاجه حصلت مش مظبوطه. طب ايه اللي حصل مش مظبوط؟ ان البنك سجل عمليات انت لم تخطر بيها فلم تسجلها في دفاترك، او انت سجلت عمليات في الدفاتر ما اخترتش بيها البنك فالبنك ما سجلهاش في دفاتره، فيصبح الرصيدين مختلفين. قد يكون ولا الرصيد ده صح ولا ده صح، لازم نقعد ونسوي الأرصدة مع بعض لنصل إلى الرقم الصحيح. لو بصينا للحالة اللي قدام حضراتكم هتلاقي رصيد البنك من واقع كشف حساب البنك 100,000، طب رصيد البنك في الدفاتر المنشأة 103، الرقمين مختلفين. طب في معاملات ظهرت بكشف حساب البنك غير مقيدة أو غير مثبتة بدفاتر المنشأة، زي ورقة قبض حصلها لها الشركة وما اختارتش بها البنك، 20,000 فوايد دينة، 1,000 لصالح المنشأة، فوايد دينة لصالح المنشأة،
معايا حضراتكم، و20,000 أوراق قبض، عمولة وأتعاب 500. طب معاملات مثبتة بالمدفاتر المنشأة ولم تظهر بكشف حساب البنك، إيداعات ما زالت بالطريق، وشيكات مرفوضة، وشيكات لم يتقدم أصحابها للصرف. هنعمل إيه في الكلام ده؟ هنشوف دلوقتي. المطلوب إعداد مذكرة التسوية مع بيان كيفية التحقق من أهداف المراجعة، لو ومع العلم بأن الربح كان كام؟ 164,500. هتلاقي إحنا قسمنا الصفحة جزئين. الرصيد من واقع كشف حساب البنك كان ب100، الناحية الشمال الرصيد من واقع الدفاتر كان 103. واضح إن الرصيدين مختلفين. طب إيه العمليات اللي هتتسجل في دفاتر المنشأة؟ عمليات البنك عملها وكانش أخطر المنشأة بيها، فالمنشأة هتسجلها. أوراق قبض محصلة هتتجمع، فوائد دينة هتتجمع، عمولات وأتعاب البنك تطرح، شيكات بدون رصيد طبعا هيترفض هيطرح، يطلع الرقم 114,500. طب عمليات عملتها الشركة والبنك ما كانش سجلها، إيداعات بالطريق 20,500، وشيكات لم يتقدم أصحابها بالصرف، شيكات طلعت وأصحابها ما راحوش البنك يصرفوها، 6,000 تطرح. هتلاقي الرصيدين 114,500 و114,500، ده اسمه الرصيد بعد التسوية، يعني لازم بعد التسوية الرصيدين يطلعوا ايه؟ متساويين. طب لما نيجي نعمل قيود يومية، يا ترى هنعملها في دفاتر البنك ولا دفاتر شركتنا؟ طبعا اللوجيك والمنطق ان انا ما اقدرش اروح البنك امد ايدي في دفاتره، انا هشتغل في دفاتر شركتي انا. فيبقى احنا حصلنا كمبيالة، يبقى من البنك الى اوراق قبض محصلة. طب حصلنا فوائد، يبقى من البنك الى الفوائد، طالما بحصل البنك بيزيد يجي مجين. طب بنصرف، صرفنا مصاريف، يبقى من المصاريف الى البنك، البنك هنا ناقص جه دائن عشان ده مصروف. طب شيكات مرفوضة، يبقى من العملاء الى البنك. طبعا الايرادات بتضاف على صافي الربح، والمصروفات هتطرح من صافي الربح. طبعا ده تعليق على الحل، ان الرصيد طلع 114,500، بيتحقق المراجع من سلامة العرض وانه بيفسح في البنك رصيد البنك في الميزانية انه ب 114,500، وطبعا البنك ضمن الاصول الايه؟ المتداولة. طب هل اثرنا على رقم صافي الربح؟ طبعا، عندي 1,000 جنيه زيادة في الارباح ونقص في الربح ب 500 اللي هي المصاريف والفوائد، يبقى الفرق زادت 1000 وناقص 500، يبقى الفرق 500، وهو كان عنده 164,500، يبقى النتيجة النهائية 165,000. نقول إن المخزون من الأرقام الكبيرة دايما في الشركات، عشان كده في أهمية لفحصه، وفي عدة طرق بديلة لتسعير المخزون، ما يرد أولا يصرف أولا، متوسط المرجح، فكل الطرق دي بتخلي أرقام المخزون بتتغير، لأن السياسة سياسات التسعير اتغيرت، وده طبعا هيأثر على قيمة المخزون، هيأثر على تكلفة البضاعة المباعة، يبقى كده مجمل الربح هيتغير وصافي الربح هيتغير، كل الحاجات دي بتبين لك أهمية فحص المخزون. لو أخذنا أصل تاني من الأصول المتداولة وليكن المخزون، طبعا ده من البنود المهمة جدا في الشركات، لازم نتحقق من سلامة الوصف العام للبضاعة، من مواصفات البضاعة، عدم السماح بدخول المخازن لغير المسؤولين كأداة رقابية، التأكد من أن المخازن تتسلم كافة المهمات الواردة للوحدة، وأن يراعى إجراء محاضر استلام بضاعة. ممكن نعمل تأمين على أمين المخزن، وجود نظام ثابت لإختيار المنشأة بالكميات اللي يتم صرفها أول بأول، طبعا في بطاقة صنف وفي دفتر أستاذ مخازن، كل دي إجراءات لازم ناخد بالنا منها وإحنا بنراجع بند المخزن. زي ما انتم شايفين قدامكم على الشاشة، كل دي إجراءات مراجعة، بيشوف تاريخ الاستلام، أرقام المستندات، لازم في تسلسل في الأرقام، تاريخ إجراء الجرد، احتفظ بسجلات مخزنية بعيدة عن متناول أمين المخزن، وهكذا وهكذا وهكذا، 16-17 بند إجراءات مراجعة، المراجع لازم ياخدها في الحسبان. واضح إن إحنا بنتكلم في إجراءات مراجعة زي ما أنت شايف، قد تكون حسابية أو إيه؟
فنية. الحسابية مرتبطة بالأسعار، أما الفنية بسياسات العامة للمخازن والمخزون وسجلات المخازن وحركة المخزون والقيد المحاسبي وهكذا. تابع معايا، بنكمل إجراءات المراجعة. إجراءات كتيرة جدا: تحليل معدلات الدوران بتاعة المخزون، مناسبة طرق مراقبة وتسجيل المخلفات، المخزون أحيانا بيبقى فيه بضاعة تالفة أو مخلفات، عدم وجود رهونات على المخزون. أنا باخد بعض النقاط على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر. طبعا في نقطة مهمة: المخزون قد يكون مخزون إنتاج تام زي ما أنتم شايفين، أو مخزون بضايع تحت التشغيل، ممكن يكون خامات أو بضايع تحت التشغيل أو إنتاج تام. طالما دخل المخزن فيطلق عليه اسم إيه؟ مخزون. والمخزون ممكن تكون بضاعة لدى الغير، عن بضاعة لدى الغير، بضاعتنا بس موجودة لدى الغير، ممكن يكون بضاعة جاية في الطريق. كل دي خطوات وإجراءات وأنواع لازم نعرفها عن قدام حضراتكم. دلوقتي بنعرض بعض خطوات إجراءات المخزون، مراجعة المخزون، وإذا كانت اتعملت محاضر. الاعتمادات المستندية لشراء بضائع، ده من الموضوعات المهمة جدا برضك، لأن أنت بتشتري بضاعة عشان تدخلها المخازن وتخزنها، ودي بعض الإجراءات اللي لازم تتخذ كمخزون بشكل عام. المخزون بشكل عام. في بقى أحيانا يبقى في تساؤلات بنحطها عند جرد المخازن: هل تم طبع أسماء الأصناف اللي يتم جردها؟ هل هذه الكشوف مرقمة ترقيما مسلسلا؟ هل يوقع القائم بعملية الجرد على كل كشف؟ في الحالات التي لا توجد بالعهدة كميات من صنف معين، بثبته ولا بقول كلمة لا شيء؟ هل تم نقص البضاعة، زيادة البضاعة؟ هل هناك أصناف مخزنة لحساب جهات أخرى، بضاعة أمانة لدى الغير؟ هل يتم الجرد بمعرفة المسؤولين؟ هو طبعا المفروض بتشكل لجنة في آخر سطر هي عند قطاع، يتم متابعة ملاحظة أعضاء لجان الجرد. في لجنة هي اللي بتفحص الجرد وتعمل له المخزون وتشوف المطابق للمواصفات ومطابق للأرقام اللي في الدفاتر ولا لا. هنحل مع بعض دلوقتي تمرين عن المخزون. بيقول لك تكلفة المخزون 20 مليون بعد إجراء المطابقة. تبين من الفحص وجود أصناف من المخزون راقدة بلغت 250، كما تبين وجود مخزون تالف قيمته 50 ألف. بصفتك مراجع، تقييم تقرير مبدئي عن النتائج اللي هنتوصل إليها. طبعا لما نيجي نحط المخزون، في قاعدة بيقول لك المخزون يوضع بسعر إيه؟ صافي القيمة البيعية أو التكلفة أيهما أقل. ماشي. طب بالنسبة للسؤال الرابع، أنا عندي مخزون ب20 ألف، هنشيل منه مخزون تالف ب50 ألف، يبقى 19 مليون 950. بعد نرجع نشيل مخزون راقد ب250 ألف، يبقى 19 مليون 250، هنشيل منها 2 مليون و500 ألف، يطلع رقم المخزون الذي يجب أن يظهر في قائمة المركز المالي. يبقى إيه بصفتك مراجع، إيه تحط تقدير التقرير عن نتائج الفحص والمبادئ، المبادئ والأسس المتبعة: إن المخزون واحد، المخزون يسجل بالتكلفة التاريخية. اثنين، تستبعد المخزون التالف من تكلفة المخزون. ثلاثة، يجب تكوين مخصص للمخزون الراقد، ويظهر الكلام دوت في قائمة المركز المالي في الميزانية. 20 ألف مخزون بالتكلفة ناقص 50 ألف مخزون راقد هيطلع 19 مليون 950، هنشيل منهم 2 مليون و500 ألف مخصص مخزون راقد، يطلع الصافي. النقطة الثانية اللي هو التمرين السادس: عندنا الصنف أ ب2000 واتنقل ب400، يبقى تكلفته 2400، وسعر البيع ب2400 بس في عمولة بيع 5%. طبعا احنا عارفين ان عمولة البيع بتطرح، يبقى عمولة البيع لازم نعمل فيها ايه؟ عمولة البيع لازم نعمل فيها ايه؟ هتطرح. يبقى هنقول البضاعة بالتكلفة 2400، 2000 زائد 400، البضاعة بسعر البيع
2400 في 95%، احنا شلنا 5%، هيطلع البضاعة بالتكلفة 2400 وبسعر البيع 2280. طب مين اللي تظهر في الميزانية، 2400 تكلفة ولا سعر بيع 2280؟ المفروض احنا اتفقنا اللي يظهر في الميزانية صافي القيمة البيعية اللي هي 2280 او التكلفة، ايهما اقل؟ طالما قلنا ايهما اقل يبقى ناخد ال 2280. نفس الكلام بنكرره في الحالة التانية والحالة التالتة. يعني في الحالة التانية هناخد البضاعة اللي هو انتاج 100 وحدة من الصنف ب، هناخدها ب 15,000 جنيه، ضفنا مواد مباشرة 10، اجور مباشرة 3، تكاليف انتاج 2، يبقى دول كده كام؟ 15 التكلفة، وانا عندي سعر صافي البيع 21,000، يبقى هنحطها ب 15. هتسألني طب في 5 فاقد غير طبيعي وفي 1000 مصاريف إدارية. أولا إحنا بنتكلم في تكلفة إنتاج، يبقى المصاريف الإدارية مش هتتاخد الـ1000. ثانيا الفاقد الغير طبيعي ده خسارة، لو فاقد طبيعي كنت خدته في الحسبان، لكن فاقد غير طبيعي ما يتاخدش في الحسبان. الكلام اللي احنا قلناه هو الحل عندك، قيمة المخزون الواجب إدراكها بقائمة المركز المالي 2280. ليه؟ في قاعدة المخزون يقيم بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية أيهما أقل، والبند الثاني زي ما اتفقنا يطلع ب 15,000 أيهما أقل، أخدنا ال 10,000 زائد ال 3,000 أجور زائد 2000 تكلفة إنتاج، لا تدرك ضمن تكلفة المخزون 5,000 فاقد غير طبيعي. لو طبيعي كانت اتضافت كانت هتبقى 20، 15 زائد 5، لكن الغير طبيعي يستبعد، وطبعا المصاريف الإدارية بتستبعد. وهكذا النقطة الثالثة نفس الطريقة، ويبقى كده احنا خلصنا الأصول المتداولة.